وللمزيد حول تصاعد استهداف الناشطين معنا عبر الهاتف من بغداد عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدكتورة آلاء عبد اللطيف المصطف. أهلا بك معنا دكتورة آلاء. أهلا أخي الكريم. أهلا بك دكتورة آلاء. يعني دعوتم في اللجنة المنظمة لتظاهرات إلى تظاهرات جديدة حقيقة وتصعيد الحراك السلمي بدءا من يوم 25 من شباط الجاري. ما الذي دفعكم لمثل هذه الدعوة بداية، وهل تتوقعون مشاركة كثيفة من الشباب العراقي تلبية للدعوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك ولقناتكم الكريمة ولمشاهدي القناة. بالنسبة لدعوة اللجنة المنظمة لتشديد الاحتجاجات والتظاهرات في 25 شباط، حقيقة هو لأجل تكثيف الزخم، لكن هي على طول الفترة المنصرمة التظاهرات بعد تعرضها إلى قمع شديد في الذكرى السنوية الأولى لثورة تشرين المباركة في 25 من تشرين الماضي هدأت وتيرتها، ونتيجة القمع الشديد اللي تعرضوا له المتظاهرين حقيقة هي ما توقفت. وإحنا طول هاي الفترة يمكن حضرتك والكل يعرفون أنه كانت عندنا محافظة الناصرية، عندنا البصرة، عندنا واسط، عندنا بابل، كربلاء، النجف بفترة وفترة، وحتى في بغداد بفترات يعني متباعدة، لكن هدأت وتيرتها نتيجة يعني لأجل إعادة رص الصفوف من جديد. وتعرف حضرتك انه القمع اللي تعرضوا له هو شديد للغايه، يعني عمليه مثل ما يقال تضميد جراح لا اكثر ولا اقل، لكن هي مستمره وستبقى مستمره. نعم، يعني هنا هذا الحديث يقودنا الى سؤال. يعني من المعلوم ان هذه الميليشيات قد تقدم على ارتكاب جرائم جديدة ضد المتظاهرين السلميين. السؤال، ماذا لديكم من أدوات ثورية لربما تكون لمواجهة هذا الاستهداف؟ حقيقة احنا اعتمدنا النهج السلمي، النهج السلمي للثورة. احنا كثوار عراقيين موجودين بالداخل، واحنا سبق وان اليوم كنت في حديث مع راديو سوا ومع قناة اخرى، من يقف وراء هذه التظاهرات؟ هذه التظاهرات هي تظاهرات عراقية خالصة، ليست مدعومة من أي جهة خارجية، لا نمتلك احنا الأموال ولا نمتلك السلاح ولا نمتلك الإعلام ولا نمتلك أي أدوات لكي نواجه هذه الميليشيات بالقوة التي تواجهنا. احنا اختارينا الطريقة السلمية، اللي يقف وراء هذه التظاهرات هو الشعب العراقي بكافة صنوفه وبكافة تشكيلاته وكافة فصائله، هو من يقف وراء هذه المظاهرات، وهذه نتيجة حتمية، لأن الشعب لما يرجع مغضبا بدماءه وحامل على أكتافه شهداء، شيء أكيد ما راح يستقر. يعني هذه استراحة محارب لا أكثر، وحتى الخبز يحتاج وقت لكي يختمر وبعدها يروح إلى الطهي. هذه الفترة يعني كانت عملية رص صفوف، عملية إعادة تنظيم، وراح ترجع التظاهرات إلى وضعها السابق لغاية تحقيق ما نروم إليه. يعني القوات الأمنية الحكومية دكتورة آلاء التي من المفترض لربما أن هذه القوات من واجبها حماية المتظاهرين، من جهتها تواصل الانتهاكات ضد الناشطين عبر حملات مستمرة كما تعلمين لاعتقال ناشطي التظاهرات. كيف تقيمين دور حكومة الكاظمي في التعاطي مع تظاهرات ثورة تشرين؟ حقيقة هناك تواطؤ واضح جدا ما بين الفصائل المنفلتة بالشارع واللي تمارس بطشها باتجاه الشعب العراقي وأفراد سواء ناشطين أو غير ناشطين، وبين القوات الحكومية. القوات الحكومية واجبها حماية، أصلا هي لو عندها مأدية واجباتها تجاه شعبها، ما كان الشعب طلع لهذه التظاهرات، ليش الشعب يطلع تظاهرات إذا حكومة مأدية واجبها تجاهها؟ احنا ابسط الامور، خلينا لا نروح نكون بعيد، لم نكون بعيدين عن الموضوع. قبل يومين سوء الاحوال الجويه، شفت حضرتك والكل شافوا ما حصل بشوارع العراق. طب شعب بابسط ابسط ابسط حقوقه بوجود خدمات بسيطه ما محصلها، زين الى متى راح يبقى ساكت؟ يعني حتى
مجموعة أو جزء من الشعب العراقي الموظفين اللي هي السلطة والدولة والميليشيات والأحزاب يعتبروهم هذولا توابع لهم، لأن هم عن طريقهم وصلوا للوظيفة أو عن طريقهم أو هم أولياء نعمتهم. حتى هذه الشريحة من الناس أصبحت مهددة بقطع رواتبها وبمصادرة مدخولاتها. يعني هذا أوزولا أنا متوقعة أنه راح نشهد منهم موقف يفوق ما ظهر على من قبل المتظاهرين. يعني في ظل هذه طبيعي يعني نعم، في ظل هذه التطورات وهذه الاستهدافات المتكررة للمتظاهرين دكتورة آلاء، كيف تتوقعين شكل المرحلة المقبلة من تظاهرات العراقيين؟ التظاهرات ما راح تبقى على هذا شكلها، راح تزيد شعاعاتها. يعني بالآخر أي إنسان وضع طبيعي أنه يدافع عن نفسه، يمكن يدافع عن نفسه بحجر، يمكن يدافع عن نفسه بشيء بسيط، بس هذا شيء يسوي أمام السلاح الموجه إليه. بالمقابل ما راح يظلون ساكتين الناس. يعني إداء الحكومي صفر، لا توجد أي وجود لهذه الحكومة أو لما سبقها، أي جهود من عندها ما بذلتها في سبيل إرضاء شرائح المجتمع، كانت عبارة عن حكومات تزود أحزابها وتزود ميليشياتها بالأموال وتقتنص من قوت الشعب، تهريب، وصلت حتى أكثر من بيع ثلث أرض العراق لأشرف تنظيم عرفت البشرية، وقتل شعب هذيك المنطقة ولا تزال جثثهم موجودة تحت الأنقاض لحد الآن. هذه مدينة الأنبار وهذه مدينة الموصل وهذه مدينة صلاح الدين، شارع ما تبلط بيها لحد الآن. العالم عندنا 4 مليون نازح بالخيام وهذه الأحوال الجوية اللي دي يعيشوها، بس الله وحده يعرف شلون عايشين بيها. زين شنو واجب الحكومة؟ ليش باقية بمكانها؟ هي الحكومة عبارة عن موظفة تدير إدارة تدير موارد وثروات الشعب، يعني مو هي اللي متسلطة عليه، هي موظفة عند الشعب، لازم تحترم نفسها ولازم تعرف حدودها. والشعب إذا ما قدمت للخدمات يقول لها تفضلي طلعي برا، أنت ما وافقتيني ما فتيني، ليش أنا أبقيها؟ نعم، إذن عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدكتورة آلاء عبد اللطيف المصطاف، كنت ضيفتنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.